السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الدويره، رجعت ثاني شارع الغوريه. كنت منين تصورت لكم في وسط النهار. دابا هنا كاين قرب رمضان وتيديروا كيحطوا بالنسبه للعبايات بالنسبه للموسم ديال رمضان. وما حنتوما معايا ندور دويره ونعرفكم على هاد الطقوس ديالهم. هنا غادي ندخلوا اول حاجه داكشي ديال العبايات. هنا دخلنا محل ديال العبايات، شوفوا العبايات هنا كيفاش دايرين. الشكيلات ديالهم دابا كيحطوا، كاينين حتى التخفيضات. المهم انايا حيت الصوت لان كان في ميوزيك وداكشي، عرفتوا داك الحوق الطبع والنشر، لهذا حيت الصوت كندير مونتاج للصوت. عبايات صراحه غزالين بزاف، عجبوني. وماشي غاليين بزاف، يعني 400 جنيه 500 جنيه، ولكن ممكن تفاصلي معاهم. هنايا هذا غير محل بوتيك فين كيحط، وعنده محل ديال الجمله، هما كيبيعوا القطاعي يعني بالجمله وبالوحده. هنايا هذا البوتيك فين عارضين، وعاد عندهم مكتب بحال نقولوا حنا ديبو فين دايرين هذاك الشيء ديالهم. دابا ندخلوا ليه من بعد هذا، نمشيو نشوفوه. الصراحه عجبوني العبايات، زوينين بزاف بزاف. يعني هنا اشكال، يعني الاشكال كلها تتحير، واحده تنسيك في الاخرى، وحتى كي قلت لكم الاسعار مناسبه. كاينين مقاسات كبار، مقاسات اكسلارج، وهذا اخر واحد. لا لا مين هو؟ عايز اجيب لك واحد منهم؟ بس دي عايز كبير وصغير. خير تاع حياتك. وهنايا طلعنا، هذا هو المكتب ولا الديبو فين دايرين هذا الشيء. اللي هما يا بالكثره بحال هكايا، وكانوا موجودين ما واخا فاش دخلنا ما لقيناش بزاف، لان كانوا عندهم بزاف ديال الاكسبو، بزاف ديال الناس باغا طلبوا ليهم يعني شي حاجه غيصيفطوها لهم. هذه دايره بحال شكل الجلابيه المغربيه بالقب ديالها. هنا كاين اشكال بزاف 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 تحتاري فيهم. وهادو بالنسبه لهادو راه كيصيفطوا على برا، يعني عندهم صفحه او تيليجرام على ما اظن تيليجرام، وكيصيفطوا على برا. اللي بغى شي حاجه كيصيفطوها لي على برا. المهم معلومات اللي هما قالوا خاص يكون عنده اسم ديال الشركه، باش هما تعطوهم السميه ديال الشركه اللي غادي تصيفط اللي تصيفط لك، وهما يصيفطوا يعني يصيفطوا عن طريقه يعني يصيفطوا لها هي. المهم هذا هو اللي قالوا لي، سولتهم واش هما كيصيفطوا، تيقول لك لا تصيفطي انتيا باسم ديال الشركه اللي غادي تستقبلوا تماك في البلاد ديالكم. وهادشي متبعين، هادشي اللي تيديروا مع تونس وليبيا والمغاربه. اغلبيه الناس كياخذوا من عندهم التوانسه والليبيين، هادو كياخذوا من عندهم بزاف. المهم هنايا كيفما شفتوا هانتوما العبايات زوينين بزاف.
وفي المتناول، يعني ماشي زعما هكايا، في المتناول. المهم هنا كان عندهم حتى البيجامات، غادي نضربوا دويره وغنطلعوا للطابق الفوقاني، حيت هادو عماره من يعني عماره فيها طوابق. الطابق الفوقاني غادي نمشيو فين كاين دايرين البيجامات ودايرين ديك تيقولوا هما يا جلابيات او هذاك ديال الاستقبال. المهم تنطلعوا وتشوفوها، خليكم معايا. هادشي هما الكليات اللي موجودين لماليهم باش يتصيفطوا، لان داكشي جيت لكم ما لقيتش بزاف، يعني قالوا لي راه جيتي لقيتي بالنسبه للبيجامات ولا بالنسبه للعبايات ما كاينينش بزاف. هما باش زوين عندهم ما كيعاودوش الحاجه ما تجيبوهاش بالكثره، كيجيبو على حساب الطلب، وباش ما يبقاش حتى هما ليهم الحاجه عندهم في الديبو. مو حنا طالعين دابا الفوق، هادو هما محل ديال البيجامات، هادو استقبال كتيقولوا كلبسيو مع قدام الضيوف ولا هذا، حنا كنقولوا بصفه عامه بيجامات وصافي او كسيوات. الشكل ديالهم زوين بزاف بزاف بزاف، عجبوني، وحتى التوب ديالهم زوين. المهم ها نتوما نخليكم وتشوفوهم كيفاش دايرين. هادو 185 جنيه، يعني بالمغربي شحال احمد؟ 185 جنيه. 185 يعني 120 درهم. هادو تقريبا يعني في 120. لا 100 درهم. 100 درهم؟ 11 دولار و80 سنت. 11 دولار و80 سنتيم، يعني هادو بالجملة 11 دولار. وفي اقل، انت قلت في اقل كمان. يعني السعر الملكة. ودول بكامل السعر بتاعهم اللي هم قماشة الديب. صراحة التوب ديالهم زوين، لا هذا ولا هذا، هذا الفيسكوز وهذا اللون، هذا التوب هذا ما عرفش سميتو الصراحة، ما عرفش سميتو. وكاين هذا قطن، هذا قطن اللي فوق صح؟ هذا قطن 195. 195 يعني 200. وهذا قطن ايه الجولد. صراحة كاينين هنا بيجامات زوينين، رانا بحال هذيك على بالك. قطن حلو. المين طن ده؟ قطن ولا المين طن؟ لا لا بطن، قطن 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 بين يدين. عندك حتى الديب عامله 215 كمان، وهذه الشكل ديالها زوين صراحة. شوف كيفاش دايره زوين بزاف. والجولد دي بكام؟ الجولد 207. 207 و208. 207 150 208 145. يعني في حدود برضو 11 دولار كده، 10 دولار، 10 دولار اقل من 10 دولار، يعني هادو 10 دولار تقريبا، اقل من 10 دولار. 909 10 لان ال 10 ب 165 جنيه بالضبط. ممكن كيف ما سمعتوا هنا كاين الاسعار، يعني بالنسبه اللي بغى يشري جمله راه مزيانين. وكاين حيت هما كيف ما قلت لكم كانوا ديجا يعني جمعوا شي حوايج بغاوهم الناس، يعني اغلبيه التوانسه والليبيين هما اللي كيطلبوا ما عندهم.
الاغلبيه يعني. وهادو بزاف زوينين، هاد شفت التوب ديالهم، التوابات ديالهم زوينين، كاين قطن كاين فيسكوز وكاين هاد هاد النوع ديال التوب ما عرفتوش ما معقلش على سميتو. وعاد كاينين بيجامات العاديين بحال هكا سبور اللي كيدير سبور هذا، كاينين بيجامات بيجامات يعني بزاف د الاشكال كاينه. المهم هذا ما كاين عند هاد الناس، دونك حنا غادي نخرجوا من هنايا من عندهم وغادي ننزلوا ونشوفوا الا كانت في محلات الا كان في الطريق كاينه شي حاجه. المهم هانتوما معايا وحنا مكملين الفيديو حتى الاخر. هذا محل واحد اخر دزنا منه دخلنا ليه، عجبوني العبايات اللي فيه، شوفوا الشكل ديالهم كي داير غزالين تبارك الله، وعجبوني انا الصراحه عجبوني بزاف يعني كاع دوك العبايات اللي شفنا عجبوني. هادو تا هما ممكن ديرهم استيلات للصلاه، وكاين ديال الاستقبال يعني هكا هما تيقولوا استقبال يعني الا جاوا عندك الضياف ولا هذا تلبسيهم. المهم قلت نصورهم تشوفوهم حتى نتومايا، وها نتوما معايا نشوفوا تاني الا كانت شي حاجه في الطريق. هنا صافي خرجنا من عند داك المحل، هنايا كاينين محلات كيف ما كتشوفوا ديال حتى ديال ملابس الداخليه، ملابس يعني للعروسه وتجهيز العروسه. دخلنا لهاد المحل تا هو خاص بالاتات المفروشات بالنسبه لبيوت النعاس اوض النوم، ومفروشات هكايا زوينين بزاف. شوفوا هذا عجبتني بزاف يعني الاشكال فيها زوينين، كاين كوفرليات كاينين يعني مفروشات هكا بالنسبه حتى للعروسه ولا اللي بغات تقدا لها هي. هادو كلهم كوفرلي، هاد اللون هذا دايرين على حساب العروسه. الاشكال زوينين بزاف بزاف بزاف. هانتوما دوك اللي الفوقانيين هما التصاور ديالهم، وهادو حتى هما يا هادو يعني عجبوني بزاف، والاسعار ديالهم ما يعني ماشي ما غالياش بزاف صراحه. الاشكال عجبوني بحال هاد الشكل د المفاريش مطروزين، هادو مبطنين هادو مبطنين، والشكل ديالها فاش كتكون فروش على على الناموسيه هكا كتجي، الشكل ديالها زوين الصراحه. هاد المحل سوري اصلا، وداير داير قدام المحل ديالو عرض شويه الحلويات ديالهم السوريه لانه فاتحين محل جديد. مو سم سميه، هلا مثلا مثل هذا الصحن مشكل بيجي، مثلا هي اسمها غريبه، هي اسمها برازي، هي اسمها معموله بعجوه، معمول تمام. الغريبه برضه في من بيجي نوعين يعني، مثلا الفاتحه الغامقه، في عندك كيلو مشكل عربي، في كيلو في كنس كيلو في كيلو، في عندك بدي فور سوري، في صحن كسواري تمام، في صحن بيجي برازي عادي مشكل. الاسعار مثلا كيلو ب 100، كيلو نص كيلو ب 50 50 هذا احنا هون محلنا جديد توكيل شركة كوزال، عندنا مع شركة مفارش وحلويات. العنوان الرئيسي يجيب اول جمال. صافي المهم هنايا غادي نسالي الفيديو ديالي في هاد الحلويات السورية، وتسناو ان شاء الله فيديو جديد. غادي نمشيو لبلاصة فين كاين داكشي ديال عرض داكشي ديال رمضان، طقوس رمضان، فوانيس وهذا وهذا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحطو لكم وتشوفوا الطقوس المصريه في رمضان. المهم هذا مكان، شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.